ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على توقعات لاصحاب برج الحمل الاسبوع الاول لشهر اكتوبر لعام 2020. برج الحمل عندنا الاسبوع الاول هيكون شويه فيه تقلبات، يعني ما بين الايجابيه وما بين بعض التكات شويه اللي هتكلم عليها برضه. عامه برج الحمل عندنا من اول الحاجات اللي عايزين نركز فيها الوضع المهني، لان عندنا الوضع المهني مش متطلب منك تحديات. دي بقى الحاجات اللي انا اقول لكم عليها، اللي هي التكات دي، يعني لو احنا مش عايزين نتحدى حد، اللي عايز ان هو يقف قدامك او يواجهك في موضوع، او ان هو بيبعد عنك شغل او بيبعد عنك حاجة ليها علاقة بالمنطقة المهنية، حاول ان انت ما تردش عليه، ما تجادلش معاه، ما تتحدهوش، لان ده اللي هيخليك انك بمأمن، هيخليك ان انت الشخص ده ما يبقاش فاهمك، مش هيبقى فاهم انت دماغك عاملة ازاي. فخليك مداري على نيتك، مداري على خطواتك، مداري على الطريقة اللي انت عايز تعملها. اما لما بتتحدى حد فهو كده بيكتشف خطاك او بيكتشف الطريقة اللي انت عايز تمشي عليها. فخلي اي حد عايز يتحداك، عايز يقف قدامك، عايز يواجهك في حاجة، خليه مع نفسه، اهري مع نفسك، فده مهم جدا جدا. طب النصيحة دي من اول امتى؟ من اول يوم واحد في الشهر، من اول يوم واحد. طيب بالنسبة كمان للمنطقة المهنية، غير النقطة دي، لا انت عندك علوة، عندك ان في مركز مستنيك. المركز ده هتبدأ ان انت تعرف تتعرف عليه، او حد يقولك انت في ترقية كذا، او حد ان هو يواجهك بحاجة ايجابية عندك من يوم 4. فهيكون عندك لا في حاجة ايجابية يعني، ومش من يوم 4، من يوم 4 في المنطقة دي، لكن انت عندك هو الايام متقلبة. يعني مثلا اقولك ان يوم 1 شوية صعب عليك، يوم 2 ايجابي جدا، فعندك ده بس ملوش علاقه بيه، يعني عشان كده قلت متقلب، مش هقول لكم مثلا اول كذا واخر، لا عندك متقلب، الاجواء نفسها متقلبه بعض الشيء. طيب فاحنا قلنا ان عندك في من ناحيه المهنيه برضو شيء ايجابي، عندك علو او عندك مركز هتوصل له. طيب بالنسبه للناس بس اللي مش مرتبطين، هدخل نقطه واحده بس في الوضع المهني. عندك بالنسبه للناس اللي مش مرتبطين، اللي شغالين في اماكن، عندك الجنس الاخر بيبقى بيرتبط بيك كده، عايز يرتبط بيك شويه كده، يجي يقول لك ها في ايه الاحوال. فهتلاقوا ان اصدقاء العمل هيكونوا ناظرين ليكم نظره عاطفيه، يعني عايزين ان الموضوع يتطور ليه علاقه عاطفيه. فعندك ده جدا جدا، ده برضو من الناحيه المهنيه. كمان من الناحيه المهنيه هيكون عندك في شيء مادي رائع، ولكن في حاجه تانية، عندك ضغط شويه. الضغط ده ليه علاقة بإيه؟ ليه علاقة بتطوير نفسك، ليه علاقة بشيء ممكن يكون وظيفة جديدة أو مجال جديد، أو عندك شيء جديد اللي هتحصل عليه براتب مادي أفضل، أو هيكون عندك اللي هيثبت لك الراتب بتاعك. فعندك فيه شوية إنك عاوز ان اعمل حاجه جديده، اعمل اجري على اوراق معينه. فعندك انك بتعمل شيء في موضوع المنطقه المهنيه، انت بتسعى لحاجه، بتسعى لحاجه ايجابيه يا برج الحمل. طيب ده كده من الناحيه المهنيه. وعلى فكره في برضو كلام في الوضع المهني كتير، كلام ايجابي وكلام سلبي. انا قلت لكم بقى مليان تقلبات. يعني عندك الكلام الايجابي اللي هو واو، انت برافو عليكي، انت حد شاطر جدا، انت حد، انت خبره في كذا، انت فعندك ده. طب عندك الكلام السلبي اللي هو ليه علاقه بتشويه السمعه، اللي هم ليهم علاقه بالناس الحاقدين عليكم. وعايزه اقول حاجه، برج الحمل عندكم حاقدين عليكم كتير. لو في المنطقه المهنيه مرقت الحمل حاقدين عليكي عشان شكلك ومظهرك وحب الناس ليكي وتقبل الجنس الاخر عليكي، ان هم عايزين الشخصيه دي، فعندك عندك في النقطه دي. اما رجل الحمل عندك في ازدهارك في الوضع المهني، فده مسبب الحقد ومسبب الكلام السلبي عليكم. طيب الناحية المادية، برج الحمل انتوا عندكم عايزين تشتروا حاجة او تبيعوا حاجة، هيكون بتدوروا على حاجة تشتروها، بتدوروا على منزل جديد، بتدوروا على حاجة ليها علاقة بسيارة جديدة، بتدور على شيء، يعني بتدوروا على حاجة تشتروها، حاجة كبيرة، سعر كبير، يعني تمنها كبير مش تمن صغير. عندك ده من خلال أول أسبوع. بس عايز أقول حاجة مهمة، يا ريت ان احنا لو هنشتري حاجه ناجلها خلال الاسبوع الاول، عشان ممكن نتعرض لمشكله ليها علاقه ب حد يعني يلخبط اوراق، يلخبط مش عارف ايه الحاجات دي، فوقت مش مناسب جدا. امتى الوقت المناسب؟ في الاسبوع الاخير ان شاء الله، يعني هيكون وقت مناسب للبيع للشراء، انما للبيع هو هيكون تمام، بس برضو يستحسن ما نبيعش حاجه، يعني يستحسن ما ندخلش في علاقه بيع وشراء خلال الاسبوع الاول يا برج الحمل.
عندك بقى في فلوس هتجيلك، في فلوس جايه خلال الشهر ده ليها علاقه بيه وضع، ممكن يكون ميراث، ممكن يكون ليه علاقه بيه ان انت ليك فلوس عند حد هتحصل عليها، الراتب بتاعك هيزيد، فعندك ده جدا جدا. طيب برج الحمل كمان عند من الوضع المادي انت عايز تحوش اصلا، يعني بتشيل عشان خاطر عايز تعمل حاجه مازال، يا اما تبدا ان انت تشتريها في خلال الاسبوع الاول وده اللي حذرت منه انه يبقى بلاش، يا عندك في بعد كده، ولكن الوقت المناسب في خلال الاسبوع الرابع. طيب عايز اقول الوقت المناسب عندك، هو بالفعل يا برج الحمل عندك الوقت المناسب ان انت لو عايز تقدم على انترفيو، لو تقدم على حاجه ليها علاقه باوراق ليها علاقه بمستندات، هيكون وقت حلو كتير من بدايه يوم 3، يعني يوم 3 تبدا ان انت تقدم، ابتعد عن يوم واحد ده، يعني اهم حاجه يوم واحد ده انا ابتعد عنه. عامه الوضع الدراسي، الوضع الدراسي عندك مشغول من الناحيه الدراسيه بحاجه تانية، مشغول ببعض الخلافات العائليه، مشغول ان شاء الله حتى لو مشغول في لعب، بس في نفس الوقت ده مش لطيف تماما، لازم ان احنا ندي الدراسه حقها لان هنحس بتعب بعد كده، فاحنا عايزين من الاول يكون عندنا حته الاهتمام بالوضع الدراسي. وكمان نسال على حاجات احنا ممكن نكون مغيبين، مش بنسال على حاجه بدايتها ايه نهايتها ايه الكلام ده، فعندك ده بس مشغول بالدراسه، عايز اللي هو تخلي بالك، عايز تكون حريص بس مش عارف، بتضيع وقت، ما بلاش بالنا يكون مشغول بافكار لسه بدري عليها. يعني عامه برج الحمل في الوضع العاطفي، من الناحيه العاطفيه بالنسبه للناس اللي مش مرتبطين في موضوع شويه متارجح، مره مره لا، مره يكون الموضوع ماشي مره الموضوع واقف، فعندك في لخبطه شويه، في عندك انك مش موضوع محير، حتى برج الحمل كمان محتار كتير ما بين علاقه في الماضي وعلاقه في الحاضر، فانت مش عارف، انت مشتاق لشخص في الماضي، حاسس انه يمكن كان شخص مسؤول، شخص يمكن قوي، شخص يمكن قد ايه حلو جميل، لكن في نفس الوقت انت الشخص اللي معاك في الحاضر انت حاسس مثلا ان قلبك معاه او العكس صحيح، فعندك ده حاسس ان انت محتار مش عارف توزع ايه او تعمل ايه. عامه لازم نبتعد عن الحيره، لازم نختار الشخص الكويس، لازم ان انت لو فضلت انك تقارن ما بين الشخصين يبقى ابتعد عن الشخصين وما تظلمش نفسك ولا تظلمهم معاك، لان انت بتديهم روح او بتديهم كمان طاقه او بتديهم من خلال روحانياتك انك بتفكر فيهم، فمش لطيف ده، يعني هيكون مسبب لك ليك انت بطريقه مش حلوه، يعني هيسبب لك انت وجع برضه. طيب ده بالنسبه لنقطه معينه، بالنسبه للناس اللي مش مرتبطين الموضوع المتارجح او انت موضوع مره يمشي مره لا الكلام ده كله، حاول تاخد موقف او تعمل حدود للموضوع ده عشان ما يبقاش الموضوع ماشي بشكل مره او مره لا. وغير كده عندك بالنسبه ل 30% لاصحاب برج الحمل في خلال الاسبوع الاول هيكون في اجواء خطوبه او زي اللي هو بنسميها ايه ربط كلام، يعني هيكون في زي ربط كلام، زي في حد عايز يرتبط بينا، عندك ده، بس ده ما يمنعش ان الشخص ده عشان انت رايده حصل كده، لكن بالنسبه للوضع بشكل عام او العادي بتاعك ان هيكون عندنا الناس عينهم متسلطه علينا قوي، يعني هيكون عندنا حالات اعجاب كتير جدا جدا من الجنس الاخر، هيكون في اشخاص عايزين يرتبطوا بينا زي ما قلنا من الوضع المهني، كمان من امورك المهنيه الدراسيه العمليه الاجتماعيه ايا كان اي بتنجان، ولكن انت بالفعل عندك انك ملفت قوي، انك جذاب جدا، انك جذابه جدا، فعندنا في اشخاص كتير عايزين يقربوا منا. طيب كمان خلال الاسبوع الاول في الوضع العاطفي خلي بالنا من موضوع العصبيه، لان هيكون عندنا عصبيه تجاه بعض المواضيع، تجاه بعض الاستفزاز من الاخرين، فبالتالي انت مش لاقي انك تدب او تطلع طاقتك في مين، فبالتالي هتدب في الشريك، هتطلعه في الناس المقربين ليك، فخلي بالك كتير جدا، كون حذر على النقطه دي لانها ممكن توقعك في مشاكل قويه، ممكن تخلينا نخسر اشياء احنا ما كناش عايزين نخسرها، فلازم نخلي بالنا كتير جدا. الاسبوع الاول هو اسبوع على قد ما هو فيه حاجات ايجابيه على قد ما هو شائك شويه، يعني محتاجين ان احنا نكون حذرين اكتر. طيب بالنسبه بقى لان احنا في الاشياء الايجابيه، يعني في فلوس هتيجي، في حب جاي، في عندك استقرار شويه، في عندك انك فرصه جديده، عندك تصالح على فكره في الوضع الاجتماعي، وعندك تصالح بالنسبه للناس المنفصلين، هيكون في صلح، يعني رجوع للشخص او كلام بدايه الرجوع اللي هو احنا راجعين بنستظرف، عارفين اللي هو ايه، لا انت عامله ايه، انت عامل ايه، لا جر كلام جر شكل التاني، يعني فهيكون ده موجود كتير، ان ده بدايه الرجوع، فهيكون ده موجود في خلال الاسبوع الاول.
كمان هيكون عندك تصالح مش مع الوضع العاطفي وبس، لا كمان في امورك الاجتماعيه يا برج الحمل. هيكون عندك كمان تصالح في الوضع العائلي اللي دام مشكله او خلاف دام فتره، يعني قعد فتره هيكون عندك تصالح فيه بشكل قوي. عندك كمان من الحاجات الايجابيه عندك ان في حاجه جديده، انك هتشتري شيء جديد، او ان ممكن تسمع خبر جديد، مولود مثلا جديد، او في عندك شيء جديد، او خطوبة لحد من المقربين لينا. عندك بالفعل شيء جديد هتكون مبسوط وسعيد بيه، ولكن نخلي بالنا كتير من الاشخاص اللي هم عايزين يصنعوا الغيرة فينا، لان في كلام كتير ممكن يتقال اللي هو ده غيورة، دي غيور، دي مش عارفة ايه، ده ايه كلام من كده، ولا كأننا سامعين. عارفين انتوا كده في اللي هو حاجة اسمها التطنيش، يعني فطنش تسلم، يعني طنش اللي قدامك هتسلم جدا جدا. ده مبدئي في الحياة. عامة كمان يا برج الحمل الوضع الصحي هيكون شوية افضل، بس نخلي بالنا من العصبية والتوتر، لان ده عندنا بيعمل مشاكل في المعدة، بيعمل مشاكل في القولون العصبي، فلازم ان احنا نخلي بالنا كتير من العصبية، ونخلي بالنا من الاكل الصحي كمان والمشروبات، لان ده المشروبات لازم نشرب كتير، يعني ما نبطل حتة ان احنا ناسيين نشرب دي. عامة برج الحمل انا بحبكم كتير، بتمنى لكم فترة سعيدة، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.